يحتفل المسلمون حول العالم بعيدين كل عام، وهما عيد الفطر الذي يأتي بعد أداء فريضة صيام شهر رمضان الكريم، وعيد الأضحى الذي يستقبله المسلمون بعد أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، ويأتي عيد الأضحى بعد يوم وقوف الحجاج بصعيد عرفة الطاهر، ويصادف العاشر من ذي الحجة من كل عام. كل سنة وانتم سالمين، تنعادوا عليها من السالمين، عيد أضحى مبارك. بالنسبة للأضحية هي سنة عن سيدنا إبراهيم، وهي من بعد صلاة العيد بتبلش. هلأ قبل صلاة العيد ما بتعتبر أضحية، فصلي لربك وانحر. من بعد العيد لرابع يوم العيد العصريات، والأضحية يعني شرط لازم يكون وزنه من فوق 50 كيلو. كل عام وانتم بخير، والبلد بخير، وكل الشعب بألف خير، والحمد لله اللي رجعت سوريا بألف ألف ألف خير وتعافت الحمد لله. خسني عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمقتدر لازم يضحي. وعيد الأضحى يذكر المسلمين في كل مكان على هذه الأرض بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أراد ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام امتثالاً لأمر الله الذي جاءه ضمن رؤيا، وعندما هم سيدنا إبراهيم بذلك فداه الله بكبش كبير، وعليه يضحي المسلمون في كل عيد أضحى بإحدى الأنعام كالبقر أو الضان أو الإبل، وتوزيع لحومها على المحتاجين والفقراء اقتداءً بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام. الأضحية هي فدو عن سيدنا إسماعيل، يوم اللي سيدنا إبراهيم الخليل رأى بالمنام أنه يذبح سيدنا إسماعيل، استفتار رب العالمين بكبش عظيم. هي الأضحية، الأضحية بعد صلاة العيد، فصلي لربك وانحار. كل عام وانت بخير. الأضحية قربان إلى الله، سيدنا النبي سيدنا إبراهيم فدى ابنه فيها، نزلت هذا الكبش. عادة ما يقوم المسلمون بشراء الأضاحي وتجهيزها للذبح قبل يوم العيد، وبعد انتهائهم من صلاة يذبحونها ويوزعونها على من يعرفون من الفقراء. الأضاحي شعيرة أهل الإسلام، تذبح أيام عيد الأضحى من بعد صلاة العيد إلى آخر ساعة من نهار آخر أيام التشريق، وينتهي وقتها بمغيب شمس يوم 13 من ذي الحجة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وبها أمر رب العالمين حين قال فصلي لربك وانحر. صدق الله العظيم.